بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم سابع شباب وصبايا؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم إحنا معكم مكملين من مدرسة هبة الله في سلسلتنا التعليمية. بدي أشكركم بالبداية على حسن المتابعة والالتزام. بدي أشكر جميع الأمهات الرائعات. اليوم يا سابع درسنا عن المفعول لأجله. رح أبلش بالبداية أحكي ليش سميناه مفعول لأجله. هو نوع من المفاعيل، من العنوان مفعول لأجله. المفعول هو نوع من المفاعيل، وإحنا بنعرف إنه المفعول دائما منصوب، تمام؟ ليش سميناه مفعول لأجله؟ لأن بنذكره في كلامنا عشان يوضح عندي سبب حدوث الفعل، الغاية من حدوث الفعل. خلينا نيجي على الأمثلة ونبين من خلال الشرح. المثال الأول: نتحمل الصعاب طلبا للعلم. نتحمل الصعاب، نحن نتحمل الصعاب. نتحمل، خلينا نمشي كلمة كلمة. نتحمل فعل مضارع، نتحمل طبعا، الصعاب مفعول به والفاعل نحن، الفاعل نحن. طلبا، لماذا نتحمل الصعاب طلبا للعلم؟ أعطتني سبب. طلبا هون إجت مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه طبعا تنوين الفتح. كل المفاعيل من اسمه مفعول، إذن هو منصوب. خلينا نوقف هون، طبعا للعلم جار ومجرور. خلينا نتوقف عند المثال: نتحمل الصعاب طلبا للعلم. لو اجيت سألتك لماذا نتحمل الصعاب، شو رح تجاوبني؟ طلبا للعلم. اذا طلبا اعطتني سبب. ما شو لاحظتوا على كلمة طلبا لو ربطناها بالدرس السابق؟ طلبا هي عبارة عن مصدر صريح، عفوا، مصدر صريح للفعل طلبة. طلبة قام بعملية الطلب. نذكر المصدر في الجملة عشان يبين لي معنى، عشان يبين لي السبب اللي احنا قصدناه في الكلام. نتحمل الصعاب طلبا للعلم. ليش نتحمل الصعاب طلبا للعلم؟ ده تعطيني سبب. برجع بعيد، طلبا مصدر صريح منصوب، بعطيني سبب، وشو اسمه هذا السبب؟ مفعول لأجله. تيجي على المثال الثاني: اجتهدت أروى أملا في التفوق. اجتهدت أروى، اجتهدت، اجتهد عندي فعل، فعل ماضي، التاء طبعا تاء التأنيث، أروى فاعل، أملا. ليش اجتهدت أروى؟ لماذا اجتهدت أروى؟ أعطيني الجواب. رح تجاوبني أملا في التفوق، التفوقي. مدام كلمة أمل أعطتني سبب أو جواب للسؤال لماذا، أعطتني سبب، وهي مصدر، وهي أيضا منصوبة تبعت الفعل، إذا نعربها مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح. شو تبعها؟ تبعها عندي جار ومجرور. رح أرجع أعدد الشروط اللي إحنا اتفقنا عليها من خلال درسنا اللي هو المفعول لأجله. المفعول لأجله هو مصدر، أملا عندي من الفعل أملة، وطلبا من الفعل طلبة. بذكركم بصياغة المصدر، أي هو قام بعملية الطلب،
قام بعملية الأمل. إجا عندي فعل وفاعل، وإجا عندي بعديها كلمة منصوبة. لما أسأل عنها بلماذا تعطيني سبب، إذا هاي الكلمة بنعربها مفعول لأجله منصوب. طب بدي أوقف عند نقطة صغيرة، الفرق بين أملا وطلبا والصعابة. هلا الصعابة برضه هي مفعول، بس هذا المفعول وقع عليه فعل الفاعل. ماذا نتحمل؟ نتحمل الصعابة. أعطتني إيش قام الفاعل بعمل إيش؟ نتحمل الصعابة، نتحمل نحن الصعابة، وقع عليها فعل الفاعل. بينما نتحمل نحن الصعابة من أجل العلم، طلبا للعلم، أعطتني سبب. إذا واضح شو الفرق بين المفعول به والمفعول لأجله؟ المفعول به بعطيني على مين وقع فعل الفاعل، بينما المفعول لأجله بعطيني السبب الفعل اللي قام فيه الفاعل. للتأكيد آخر مرة، المفعول لأجله هو مصدر صريح منصوب، هو جواب للفعل لماذا، ويلحقه بالأغلب يتبعه جار ومجرور، يتبعه جار ومجرور. إذن نستنتج أن، خليكم معاي، المفعول لأجله هو مصدر. المصدر بنصوغه من الأفعال بكلمة قام بعملية، ونضع الفعل قام بعملية الطلب وقام بعملية الأمل. المفعول لأجله دائما منصوب، كل المفاعيل منصوبة، منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. نستدل عليه بالسؤال لماذا. لما بنسأل لماذا نكتب طلبا للعلم، لماذا ندرس طلبا للتفوق، يتبعه حرف جر واسم مجرور ذكرناه ووضحناه بالأمثلة، يذكر في الجملة لبيان سبب حدوث الفعل. نذكره بالجملة عشان يوضح لي سبب حدوث الفعل. بتمنى هيك الشرح يكون واضح. يا ريت نوثق التلخيص على دفتر القواعد. نراكم بألف خير من مدرستنا هبة الله، بتمنى لكم التوفيق، دمتم بألف خير.